السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتو أول مرة تتابعوا القناة ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا، وشكرا لكم أصدقائي الأوفياء. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا مع أول خبر. جماهير الرجاء الرياضي كتكافئ أنا الزنيتي قبل مباراة الجيش الملكي. اعتاد جماهير نادي الرجاء الرياضي اختيار لاعب من الفريق كنسل الشهر كمكافأة معنوية على ما قدمه اللاعب طيل المباريات اللي جرت في ذلك الشهر. وفي هذا الصدد وقع اختيار جماهير نادي الأخضر على الحارس الأول للفريق أنس زنيتي كنسل شهر سبتمبر الماضي، نظرا للمستويات المتميزة اللي بان عليها رفقة الفريق، وساهم زنيتي بشكل كبير في النتائج الإيجابية اللي حققها الفريق الأخضر في المباريات الأخيرة واللي جعلته في صدارة الدوري الاحترافي وقريب من الظفر باللقب. وللإشارة فإن أنس زنيتي كيتعتبر منتوج خالص لمدرسة الفريق المغرب الفاسي واللي عرفت على مر التاريخ بتصديرها للحراس. والآن غادي نمروا للخبر التالي. شكوك كتحوم حول مشاركة نجم الرجاء الرياضي في قمة الجيش الملكي. كتحوم عدة شكوك حول مشاركة نجم وسط ميدان نادي الرجاء الرياضي عمر العرجون خلال قمة الجيش الملكي والرجاء الرياضي الأحد المقبل في إطار الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية. وحسب مصادر خاصة فإن العرجون غادي يلتحق مساء اليوم بطبيب الفريق الدكتور العرصي من أجل إجراء الفحوص الطبية اللازمة بسبب شعوره ببعض الآلام. والجدير بالذكر فإن مواجهة الرجاء الرياضي والجيش الملكي غادي تجرى على أرضية ملعب محمد الخامس في تمام الساعة 7 مساء. والآن غادي نمروا للخبر التالي. الرجاء الرياضي بدون راحة قبل مباراة الجيش الملكي. قرر الإطار الوطني جمال السلامي مدرب فريق الرجاء الرياضي عدم منح لاعبي الفريق الأخضر أي راحة بعد المباراة ضد أولمبيك خريبكا واللي انتهت بتفوق الرفقاء محسن متولي بهدفين لواحد. واستأنف الفريق الأخضر التدريب ديالو مساء أمس الخميس استعدادا للمباراة الحاسمة أمام فريق الجيش الملكي لحساب الجولة الأخيرة من منافسة الدوري الاحترافي الممتاز. وغادي تعرف تشكيلة جمال السلامي مجموعة من الغيابات حيث غادي يفتقد الفريق خدمة كل من سند الورفلي وعبد الجليل الجبيرة إضافة إلى عبد الرحيم الشاكر بداعي الإصابة، في حين غادي يغيب كل من بين مالانكو وفابريس نغوما بسبب التحاقهم بالمنتخب الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى غياب حميد أحداد بسبب الإنذارات. وللإشارة فإن المباراة بين فريق الرجاء الرياضي وضيفو الجيش الملكي غادي تحدد الفائز بلقب الدوري الاحترافي، حيث غادي يدخلوا لاعبو الفريق الأخضر بغرض تحقيق الفوز لحسم اللقب. والآن غادي نمروا للخبر التالي. طبيب الرجاء الرياضي كيصدم جمال السلامي قبل مواجهة الزمالك. حسم محمد العرصي طبيب الرجاء البيضاوي لكرة القدم في استحالة مشاركة عمر بوطيب في المباراة ضد الزمالك المصري برسم ذهب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 أكتوبر الحالي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بسبب الإصابة اللي تعرض لها في المباراة ضد نهضة بركان برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مسؤول أن طبيب الرجاء البيضاوي لكرة القدم خبر جمال السلامي باش يتمكن تجهيز البديل واللي غادي يكون هو عبد الرحيم الشاكر بدوره لحد الآن، ومن المنتظر يعود للميادين في الأسبوع المقبل بعد الإصابة اللي تعرض لها في الديربي وفرضت على جمال السلامي تغييره في الشوط الأول. وللإشارة فإن الرجاء البيضاوي لكرة القدم غادي يعرف غياب 8 لاعبين في المباراة ضد الجيش الملكي، وكيتعلق الأمر بكل من حامد أحداد المتوقف للمباراتين الجمع ديالو 8 إنذارات، إضافة إلى عبد الرحيم الشاكر وعمر بوطيب وعبد الجليل الجبيرة واللي بسند الورفلي بسبب الإصابة اللي كيعانيو منها. والآن غادي نمروا للخبر التالي. موهبة جديدة غادي تغادر الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي. غادي يغادر المعطي تاميزو لاعب خط وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم الفريق ديالو نهاية الأسبوع الجاري الالتحاق ديالو بالفريق الجديد نهضة الزمامرة اللي نجح في ضمه للصفوف ديالو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقة انتقال حر بعد نهاية العقد اللي كيجمعو بالفريق الأخضر. وحسب إحدى المصادر المطلعة فإن وكيل لاعب تاميزو توصل اتفاق نهائي رفقة مسؤولين نهضة الزمامرة كيقضي بانتقال الموكل ديالو لهذا الآخر وفق عقد كيمتد لموسمين. وضحت المصادر
تقدر ذاتها ان المعطي تاميزو غادي يدافع عن الوان فريق نهضه الزمامره بتامل الموسم الكروي المقبل قبل من حتى توقيع كتبلغ 130 مليون سنتيم لجوج المواسم. وكان اللاعب المذكور محط اهتمام مجموعه من الانديه خلال الاسابيع القليله الماضيه وبدات الرغبه ديالها في التعاقد معه بسبب العلاقه الغير جيده مع جمال السلامي مدرب الفريق الاخضر واللي بعدوا عن الفريق خلال المباريات الاخيره. والتذكير فان تاميزو منتج خالص من دراسه الرجاء الرياضي وبصم على مستويات متميزه خلال الموسمين الاخيرين رفقه فريق الامل واللي جعلوا محط اهتمام مجموعه من الانديه. والان غادي نمروا للخبر التالي. الصفقه تمت، الاهلي كيتعاقد مع بدر بانون. اكد الاعلامي المصري احمد شوبير ان النادي الاهلي المصري حسم بشكل نهائي صفقه الدولي المغربي ومدافع الرجاء الرياضي بدر بانون. ووضح شوبير في تصريحات على قناه اون تايم سبورت ان النادي الاحمر حسم بشكل نهائي صفقه انضمام بدر بانون للفريق الاحمر وحيت كيرتقب باش يلتحق بالديار المصريه بعد نهايه مسار فريق الرجاء الرياضي في مسابقه عصبه الابطال الافريقيه. وتابع نفس المتحدث ان الاهلي المصري نهى الصفقه بشكل رسمي بعد مفاوضات طويله مع نادي الرجاء الرياضي. وكتجدر الإشارة إلى أن بدر بانون كيبقى واحد من المدافعين المتألقين رفقة فريق الرجاء الرياضي سواء في الدوري الاحترافي أو المنافسات الإفريقية. والآن غادي نمروا للخبر التالي. قائد الزمالك كيعاني من إصابة وشكوك كبيرة كتحوم حول لحاقه بمواجهة الرجاء الرياضي. تعرض قائد الزمالك حازم امام للاصابه في العضله الاماميه جبرته على عدم استكمال لقاء الفريق ديالو امام وادي دجله مساء الخامس الحساب الجوله 32 من الدوري المصري لكره القدم. وكتحوم الشكوك حول جاهزيه حازم الرحله للمغرب لاستعداد لمواجهه الرجاء الرياضي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ومن المرتقب يخضع اللاعب لفحوصات طبيه جديده لحسم مساله لحاقه برحله الفريق الى الدار البيضاء حيث كتنتظر مواجهه قويه امام الرجاء الرياضي على ملعب محمد الخامس بدون جمهور يوم 18 اكتوبر الجاري. وشارت بعض الصحف والمواقع الاخباريه المصريه ان احتمال لحاق القائد الزمالك بمواجهه الرجاء ضعيفه في ظل ضيق الوقت وحاجته العلاج مكتمل من اجل التعافي من الالم واستعاده الجاهزيه ديالو للاعب. والان غادي نمروا للخبر التالي. الزمالك المصري كيراسل الكاف لاستقبال الرجاء بملعب القاهره. أكد موقع في الجول المصري أن النادي الزمالك المصري استقر على ملعب القاهرة لاستقبال الضيف ديالو الرجاء الرياضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكتب الموقع وفق مصدر من النادي المصري الزمالك رسل الاتحاد الإفريقي خطاب باختيار استاد القاهرة لاستضافة اللقاء بعد الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. ومن المنتظر يستقبل الرجاء الرياضي فريق الزمالك الرياضي يوم الأحد 18 أكتوبر على أرضية ملعب محمد الخامس بالضل البيضاء في مباراة الذهاب. غادي تجرى لقاء العودة يوم 24 شهر داتو. وغادي يسافر الزمالك للمغرب يوم الثلاثاء القادم على متن طائرة خاصة وذلك تحضير المواجهات رفقاء القائد محسن متولي. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين تاعنا فقرة اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الاعجاب به والاشتراك في القناة وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا. وشكرا لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.